النائبة إيناس عبد الحليم عضو دائرة المنصورة ووكيل لجنة الصحة تقدم بلاغ للنائب العام ضد إحدى المحررات الصحفيات بسبب نشرها لتصريحات كاذبة على لسانها ووصفت فيها عدد من المعارضين بالحيوانات والكلاب زي ما حضراتكم الحقيقة شايفين أمامكم على الشاشة. سيادة النائبة برحب بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. يعني عايز أسمع تفاصيل القصة عند حضرتك. تفاصيل القصة ده كلام عبثي لا يليق الرد عليه. ده يعني ما يقللش لا من مكانش ولا من مركزي وانه اوصف بتلك الكلام. انا ما كلمتش الصحفية دي خالص ولا اعرف هي مين اصلا كلمتني تسألني عن موضوع معين كتبت حاجة تانية. انا ما اتكلمش معاها تسجيل توريني اللي قلته ولا متهرق الموضوع لا للمعارضين ولا لاي حاجة. وبعدين دي يعني الإساءة لشخصي ده الرد عليها العملي هو بلاغ النائب العام وأنا تقدمت للنائب العام ببلاغ لكل من يسيء لشخصي ويصفني بسوء قصد. ده ما ينفعش. أنا ترشحت في المنصورة أنا أستاذة جامعية وطبيبة فيعني السياسة بالنسبة لي كانت حاجة مش قريبة قوي أو مش شغالة فيها بكمية كبيرة بحيث أن أنا أترشح. اللي رشحني واللي طلب ترشيحي هم الناس في المنصورة. بعدين انا اصلا من المنصورة ابا عن جدا عن كله. يعني انا كده بشتم مين؟ بشتم اهلي وناسي وولادي وعايشة في المنصورة. ازاي يتقال كلام من ده؟ ومين المعارضين اللي انا ممكن اقول لهم حاجة زي كده؟ او مين اللي عارضني؟ انا ما عنديش اي حد وقف ضدي او كلمني. انا واحدة ليا شغلي في لجنة الصحة واعتقد اني كنت في مع استاذة سمر يوم الخميس وكلمنا في كل مشاكل الصحة وردودنا ايه وتوصياتنا ازاي وان احنا عملنا ايه في لجنة الصحة وحتى ما لحقناش نكمل الانجازات بسبب قطع البرنامج علشان حادثة مساعد النائب العام. فيبقى يعني ايه اللي هيخليني اتطرق لحاجة على معارضين ومين هم معارضيني؟ يعني انا واحدة ناجحة في المنصورة باكتساحي استاذ شريف والاولى وانا سيدة ما حصلتش من 38 سنة. يبقى يعني هطلع اشتم الناس ليه او هتكلم وهل مركزي او مكانتي او سلوكي يوصل بيا ان انا اقول كلام زي ده؟ حاجه غريبه جدا. حتى اما كلمتها تقول لي انا ما كتبتش الكلام ده اتكتب كده لوحده ازاي؟ قلت لها ازاي تكتبي حاجه انا ما قلتهاش؟ النائب العام موجود والبلاغ موجود وهنشوف حقي يرجع بالقانون يا استاذ شريف.